بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في قناة الأستاذ حيكون أسامة لمادة الأدب العربي. اليوم إن شاء الله دخلنا في درس جديد من سلسلة البناء، وهو درس العلاقات المعنوية. هذا الدرس الأخير، يعني هناك درس آخر هو نمط نص، ولكن راح نتحدث عليه لاحقا. الدرس الأخير هو درس العلاقات المعنوية. دائما ما تنساوش تابوني وفلاشان تاعنا في اليوتيوب، تنساوش تروحوا للإنستغرام، لأن الإنستغرام راح نحط فيه ملخصات هذه الدروس موجودة في الإنستغرام. إنستغرام هو بروف حيكون هو ظهر أمامكم في الشاشة كم تشوفوا فيه الآن. بروف حيكون هذا الإنستغرام، الكتابوني فيه إن شاء الله تلقوا فيه جميع الملخصات اللي تحتاجوها في الأدب العربي. إذا ما كانش عندك إنستغرام، يعني شوف واحد عنده، والله يعني ربما أيضا قد تجدها في الفيسبوك. صح هذا الدرس، إذا راح نتحدث عليه بالتفصيل إن شاء الله. أول حاجة خلينا نروح نجيب الأسئلة من البكالوريا. طبعا نروح نجيب باك، سؤال باك 2013 شعبة الأدب والفلسفة، باك 2013 شعبة الأدب والفلسفة. الباك هو ظهر أمامكم. السؤال الأخير في البناء اللغوي وش قالك؟ هل يمكن أن تقدم أو تؤخر؟ هل يمكن أن تقدم أو تؤخر؟ رقم تشوفوا فيه في الأبيات من 1 إلى 5. هل يمكن أن تقدم ولا هل يمكن أن تقدم أو تؤخر؟ هل يمكن أن تقدم أو تؤخر في الأبيات من 1 إلى 5؟ في الأبيات من 1 إلى 5. إذن السؤال المطروح هو أسكو، يعني هل يمكن تقدر تطلع تهبط تبدل تحذف؟ هل يمكن أم غير ممكن؟ أم أن النص متصل ببعضه البعض، ما يمكنش تتحكم في أي معلومة في النص، معناها ما تقدر تطلع ما تقدر تهبط؟ صح في باك دوميتريز قالك هل يمكن التقديم والتأخير؟ إذا شوفوا معي السؤال، تقدم أو تؤخر؟ في باك 2017، في باك 2017 شعبة العلوم، الموضوع الثاني طبعا نديروه هنا موضوع الثاني، ما العلاقة المعنوية؟ قال لك ما العلاقة، ركز معايا، قال لك ما العلاقة المعنوية التي، راكم تشوف السؤال هاو قدامكم، ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ معناها قال لك ما هي العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص، ثم قال لك وضح. جيد. في باك واحد آخر يعني قادر يقول لك النص كامل، هل يمكن أن تقدم متأخر في أجزاء النص؟ العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص، صح قادر يحدد لك بيت أو بيتين مثلا، قادر يقول لك كما قلنا في باك مثلا، نشوفه مثلا باك 2008 شعبة الأدب والفلسفة. هذا السؤال هذه المرة جاء في البناء الفكري، قال لك وش قال لك؟ قال لك ما العلاقة ولا ما علاقة البيت الأول، ما علاقة البيت الأول بالأخير؟ صح، ما علاقة البيت الأول بالأخير؟ جاء أيضا في باك 2010 باك 2010 شعبة الأدب والفلسفة، ما علاقة البيت الأول بالأخير؟ راكم أيضا تشوفوا فيه، يعني هو أمامكم. جاء في باك 2013 شعبة أدب وفلسفة الموضوع الثاني، شوفوا معايا يلا، ما علاقة الفقرة الأخيرة بالفقرتين السابقتين؟ بمعنى حتى الفقرة، بمعنى قادر يقول لك ما العلاقة بين البيت الأخير، ما العلاقة بين، صافي. إذا هناك نمطان من الأسئلة، قادر يقول لك هل يمكن أن تقدم وتؤخر في النص؟ ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ معناها يطرح لك سؤال عن النص كامل. قادر يسقسيك على جزء من أجزاء النص، ما العلاقة فقرة الأخيرة بالفقرة الأولى؟ ما علاقة البيت الأخير بالبيت الأول؟ إذا سنجيب على هذا السؤال بالتفصيل. إذا هذه الأسئلة نخلوها دائما منظمة باش نجاوب عليها بالتفصيل، لأنكم تلاحظوا بأنني دائما أعتمد على ماذا؟ أعتمد على البكالوريات السابقة كما راكم تشوفوا. بالعكس نولي ثاني ايضا هاكم تشوفوا، نروح نجيبهم لكم نحطها على شكل صوره امامكم باش تتاكدوا بلي هذا السؤال موجود في البكالوريا وكيفاش راح نجاوبوا عليه. اذا الحصه اللي فاتت
اللي هي درس القرائن اللغوية الحصة الأولى، موجود رابط تحت في أسفل باش تفرجوه. الحصة الثانية اللي هي الحقول الدلالية، موجود رابط تحت في أسفل باش تفرجوه. صافي جبنا زوج نقاط في القرائن اللغوية وجبنا زوج نقاط في الحقول الدلالية، واليوم راح نزيد ونجيبوا زوج نقاط في درس العلاقات المعنوية. طبعا العلاقات المعنوية تنقسم إلى ثلاث أقسام. تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام. إذن ركز معايا، حاولوا. إذن وش عدنا؟ قال لك هل يمكن التقديم أو التأخير؟ إذن وش عدنا؟ عدنا وحدة البيت. عدنا وين؟ وحدة البيت، وحدة البيت. وعدنا وحدة الموضوع، وعدنا الوحدة العضوية. صح، الوحدة العضوية. إذن صح، ركزوا معايا، ممكن نفهمهم بطريقتين، طريقة الفهم وطريقة الحفظ. إذن قل لك السؤال، ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ شوف كيفاش راح تجاوب. العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص هي وحدة البيت. قال لك وضح. إذن هنا وش راح نديرو في هذا الجزء هذا؟ وش راح نديرو؟ راح نديرو التوضيح. وش راح نديرو؟ التوضيح. ولا راح نديرو ماذا؟ التعليل. صافي هنا في هذا الإطار عنده تعليل. وحدة البيت لأن كل بيت، ولا لأنه، لأن النص نديرو لأن النص تحكمه، يعني عفوا قال لك ما العلاقة التي تحكم، شو قلنا؟ ما العلاقة التي تحكم أجزاء النص هي وحدة البيت. لأنه يمكن التقديم والتأخير. لأنه يمكن ولا لا يمكن؟ قلتوا لي نعم يمكن التقديم والتأخير، فكل بيت مستقل بمعنى، فكل بيت مستقل بمعنى، لأنه يمكن التقديم والتأخير. إذن يمكن التقديم والتأخير ولا لا؟ تقول لي نعم. سؤال، ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ شوف فاش تجاوب. العلاقة المعنوية هي وحدة البيت. قال لك وضح. لأنه يمكن التقديم والتأخير فكل بيت مستقل بمعنى، فكل بيت مستقل بمعنى. ربما قدر يطرح لك سؤال آخر، راه نفس السؤال معكوس برك، هل يمكن أن تقدم أو تؤخر في الأبيات من 1 إلى 5؟ هنا يمكن ولا لا يمكن؟ يقول أستاذ نعم يمكن، يمكن التقديم والتأخير في الأبيات من 1 إلى 5. علل. لأن النص، فكل بيت مستقل بمعناه، ولأن النص تحكمه الوحدة العضوية. صافي هذا السؤال، هذا السؤال نجاوب عليه بهذا، وهذا السؤال نجاوب عليه بهذا، ونوضح كل واحد نوضح له بالآخر. إذا قلت ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ تقول لي وحدة البيت، لأنه يمكن التقديم والتأخير فكل بيت مستقل بمعناه. هل يمكن التقديم والتأخير؟ نعم يمكن التقديم والتأخير فكل بيت مستقل بمعناه، لأن النص تحكمه وحدة البيت. ركز معي، هل يمكن أن تقدم وتؤخر؟ علي نعم يمكن التقديم والتأخير. علي، لأن النص تحكمه وحدة البيت فكل بيت مستقل بمعناه. ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ العلاقة المعنوية هي وحدة البيت. علل، لأنه يمكن التقديم والتأخير. صافي هذا نعلل بهذا، وهذاك نعلل بهذاك. صافي هذا نجاوب عليه بهذا ونعلل بهذا، وهذا نجاوب عليه بهذا ونعلل بهذا. أي نعاودوا بالعقل، ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص هي ماذا؟ هي وحدة البيت، التوضيح ولا التعليل؟ لأنه يمكن التقديم والتأخير فكل بيت مستقل بمعناه. هذه إجابة. سؤال آخر، هل يمكن أن تقدم أو تؤخر في الأبيات من 1 إلى 5؟ إجابة نعم. يا أخي قلنا يمكن، يمكن التقديم والتأخير فكل بيت مستقل بمعناه، لأن النص تحكمه وحدة البيت. مفهوم؟ جيد. هذه هي وحدة البيت، وين نلقاها؟ نلقاها في زوج أماكن، نلقاها في زوج أماكن، ونلقوه في الكثير من الأماكن. صح، أنا نقترح عليكم زوج أماكن. نلقوه في الشعر التعليمي، الشعر القديم بصفة عامة، الشعر التعليمي القديم بصفة عامة،
ونلقوها أيضا في شعر المنفى. أحيانا يطرح هذا السؤال في شعر المنفى، أحيانا المنفى تكون فيه وحدة الموضوع، أحيانا المنفى تكون فيه وحدة البيت إذا كان مقلد، بمعنى إحنا نخلو المنفى هنا ما نديروهش منه، ربما قدر يكون منه عادي مش مشكلة، إذا كان النص يتحدث عن المنفى موضوع واحد فهو منا، ولكن نخلو المنفى هنا وحدة البيت. متفاهمين؟ هاي ذكرني ما العلاقة المعنوية إيش قلتولي؟ قلتولي وحدة البيت. علم، لأنه يمكن تقديم التأخير فكل بيت مستقيم معنا. سؤال آخر، هل يمكن تقديم؟ نعم يمكن تقديم التأخير. علم، لأن النص تحكمه وحدة البيت. متفاهمين؟ صح. رحين نجربه الآن. الآن أنا أقف هنا، أرني بين هكذا صح، أقف هنا على اليمين، راح نجيب لكم نص تاع شعر تعليمي نحاول نقرأه لكم، راح نحاول نعتمد على الذاكرة، وانتم تبعوا معي على النص أمامكم، شوفوا روحنا نقدر نقدمه ونأخره ولا لا لا صح. ركزوا معي، اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق، عفوا الفصل هو الحق، راني كي نغير كلمة راني نشرحها، بمعنى إذا لقيتوني غيرت كلمة راني شرحتها مباشرة. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، الصحبة السيئة هي من هزل، جانب ابتعد عن الصحبة السيئة. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، أي بني اسمع، هني رحت مباشرة البيت السابع، أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل، وطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. إذن هذا النص عبارة عن مجموعة من النصائح والإرشادات. لو أننا حاولنا نقدم أخر نشوف أسكو يختل المعنى ولا لا لا. نبدأ من البيت السابع، هذا أي بني يسمع وصايا، مش عارف لها البيت السابع ولا لا، ثم راكم تشوفوا. أي بني يسمع وصايا جمعت، يا بني أروح نعطيك الوصايا، هذه هي ماشي بداية النص صح، أنا حبيت نبدأ بها. أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، ركز، اعتزل ذكر هاي النصيحة الأولى، اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل، ركز معايا، واطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل، واتق الله هني طلعت، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، وطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. هل استطعنا التقديم والتأخير؟ تقول لي أستاذ نعم استطعنا التقديم والتأخير، وبالتالي النص لم يختل المعنى، ما قدر قدمنا وأخرنا ولعبنا وطلعنا وهبطنا دون أن يختل المعنى، لأن كل بيت مستقل بمعنى، لأن النص عبارة عن نصائح وإرشادات. قد يتساءل متسائل أسكو الشعر الديني نلقوه هنا؟ نعم قادرين نلقوه هنا، قادرين نلقوه هنا، بصح هذا السؤال يا جماعة صلوا على رسولي، السؤال هذا أصلا خاص بالشعر التعليمي وشعر المنفعة. علاش أنا خيرت لكم التعليمي والمنفعة؟ باسكو السؤال هذا اصلا خاص بالتعليمي والمنفى برك، معناها تقول استاذ المدايح وين يجي والدين وين يجي، ما يهمناش لان هذا سؤال خاص بهذا الزوج. اوكي متفاهمين؟ جميل جدا صح. وحده الموضوع، وحده الموضوع قال لك ما العلاقه، نرجع دائما للسؤال باش نحاولوا نربطوا فكرتنا به، باش نحاولوا باش، لاننا اليوم واش رانا نتعلموا يا خاوتي، اليوم رانا نتعلموا، ماناش نتعلموا في الدرس قد ما رانا نتعلموا في الاجابه النموذجيه اللي راح نحطوها في الباك، لان الفكره تاعنا هي كيفاش نجاوبوا في الباك ماهيش كيفاش ركزوا معايا رانا نتعلموا كيفاش نجاوبوا، وهذا هو الاساس. اذا قال لك ما العلاقه المعنويه التي تحكم اجزاء النص؟ وضح. العلاقه المعنويه التي تحكم اجزاء النص هي وحده الموضوع، هي ماذا؟ وحده الموضوع صح. اذا لان هنا راحين نوضحوا، لان النص يتحدث على موضوع واحد من البداية إلى النهاية، اسمحوا لي نمحي هذه، إلى النهاية، هو مثلا هو المسرح. الآن ومن بعد تجيب لي مقدمة، تجيب لي جملة فيها كلمة المسرح، تجيبها لي من المقدمة، العرض تجيب لي جملة فيها كلمة المسرح، الخاتمة تجيب لي جملة فيها كلمة المسرح. كيفاش نصدقك أنا باللي راك تقول لي العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص هي وحدة الموضوع؟ لأن النص يتحدث على موضوع واحد من البداية إلى النهاية هو المسرح، راك تقول لي أنت يا باللي النص راه يهضر على موضوع واحد، هاي الوحدة الموضوعية،
من البداية إلى النهاية. هذا الموضوع شكون هو؟ هو المسرح. كيفاش نصدقك أنا باللي صح راه المسرح؟ تكتب لي أنت يا عنوان، تقول لي مقدمة هكذا، تكتب لي هكذا، تفتح لي زوج نقاط، تروح تجيب لي جملة من النص فيها كلمة مسرح، عرض دي لي عنوان تفتح لي، والخاتمة دنيتها العرض تفتح تجيب لي جملة فيها المسرح، والخاتمة تجيب لي جملة فيها المسرح. هاي يا سيدي نحط لكم النص أمامكم، بكالوريا 2017 شعبة العلوم التجريبية الموضوع الثاني. هاني درك الآن هاكم تشوفوا في النص أمامكم، ها وراء صح النص، هاو باين هذا النص اللي راكم تشوفوا فيه الآن أيها الإخوة. ها هي كلمة المسرح في البداية، هاني نهزوا هذه الجملة، وش رأيكم؟ هاي وراكم شايفينها، هاني حطيت عليها إطار أحمر، فيها المسرح ولا ما فيهاش؟ تخابي هنا خيرنا جملة نديروها في المقدمة تاعنا. نزيدوا نروحوا للوسط وخلاص، كاينه كلمه مسرح، ها هي وراها، هاني زدت حطيت لكم عليها مربع احمر، ها هي ورا. نهزوا هذه الجمله يا اخويا نستخدموها في العرض. نروحوا لنهايه النص، كلمه المسرح ولا واحده من مشتقاتها، ها هي وراها في النهايه، هاني درتها لكم في اطار احمر وتشوف فيها، هاني اعتمد على الذاكره فقط. بالتالي راكم تشوفوا في البدايه في الوسط في النهايه كاينه كلمه المسرح، بالتالي فعلا وحدة الموضوع. إذا نعاود السؤال، يلا دوك الآن تأكدنا كونفيرمينا صح، مش لعب مش من عدم. ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ وضح العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص، وحدة الموضوع، لأن النص يتحدث على موضوع واحد من البداية إلى النهاية، هو ماذا؟ المسرح. مقدمة، ترجع للسطر شوف وحدك وحدك، تكتب لي مقدمة تفتح زوج نقاط المسرح، عرض تفتح زوج نقاط المسرح، الخاتمة تفتح زوج نقاط المسرح. هنا راك دخلت إلى عالم الاحترافية، هكذا علمونا الأساتذة الكبار توعنا ربي يحفظهم إن شاء الله ويطول في عمرهم، وهكذا احنا رانا محافظين على الأمانة ونعلموا فيها لوليداتنا. بمعنى أساتذة توعنا علمونا بهذه الطريقة، وإحنا الآن رانا مكملين على هذا المنهاج ولا على هذا النهج. هكذا راهم ليه حفظوا ونزيد شوي صح، كيف هم ليه صح ونقص ولا لا مليح صح. اسلام راه متعجب، قال لي كيفاش قطعت الحصه وتقصي فيا على الضوء؟ ما كاش اشكال، احنا عفويين، احنا حابين نشوفوا الضوء راه مليح ولا مش مليح، ما كاش حتى اشكال صح. بما انني تكلمت مع اسلام، ها خلوني نذكركم يا جماعه لازم تابوني في الانستغرام باش ما تبداوش تطرحوا عليا اسئله في اليوتيوب، تروحوا مباشره انستغرام تلقوا الدرس منظم كما راكم منظم، معنا الثاني دوك لازم نراقب الكراريس تاعكم، باش نراقب الكراريس تاعكم ابعثوهم لنا في الانستغرام نشوفوهم يا خاوتي، شوفوا الكراريس اسكو راكم تنظموا كما راني ننظم لكم ولا لا. فاهمين؟ لأن تنظيم الكراس من خطوات الأساسية في النجاح، باش تنجح لازم الكراس تاعك تكون منظم. خلاص تعلمنا هذه، أستاذ بصحابي قلت لنا نلقوها في شعر التعليم ونلقوها في شعر المنفى، هذه واش نلقوها؟ نلقوها في زوج أماكن، في مكانين نلقوها في هذا السؤال، طبعا خاص بالنثر العلمي المتأدب والنثر العلمي، وخاص بالمقال، خاص بالنثر العلمي وخاص بالمقال. بمعنى شوفوا يا جماعه، وحده البيت فيها التعليمي والمنفي، وحده موضوع استاذ، وحده موضوع يقدروا يسقسونها هل يمكن تقديم التاخير؟ لا ما يسقسيكش هذا السؤال، هذا السؤال يسقسيه لك هنا وهنا. هذا السؤال تاع العلاقه المعنويه خاص به في ثلاثه بصح، هذا الاول خاص بهذا وهذا برك. اوكي متفاهمين؟ جميل صح. ننتقل الى السؤال الموالي، ما العلاقه المعنويه التي تحكم اجزاء النص؟ وضح. هنا قلنا نعم يمكن تقديم التاخير، هنا لا، لأنه لا، ركز معايا قبل قلنا نعم، لأنه لا يمكن التقديم والتأخير، لا يمكن التقديم والتأخير، فالنص كل متكامل، كل متكامل كأعضاء الجسد الواحد صح. أي يلا نتعلموا كيفاش نجاوبوا على السؤال. الوحدة العضوية سؤال تاعها، هل يمكن أن تقدم وتؤخر في الأبيات من واحد لخمسة؟ لا، لا يمكن أن أقدم في الأبيات، لا يمكن التقديم والتأخير في النص كله المتكامل. علل، لأن النص تحكمه الوحدة العضوية. لا، لا يمكن، شوف هل يمكن التقديم والتأخير؟ علل، لا، لا يمكن التقديم والتأخير في النص كله المتكامل. علل، لأن النص تحكمه الوحدة العضوية. صح. ما العلاقة، سؤال ثاني راه نفس السؤال بصح راكم نحطوا بلي معكوس، ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ وضح. العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص هي الوحدة العضوية، لأنه
لا يمكن تقديم التأخير. شوفوا العلاقة المعنوية هي الوحدة العضوية، لأنه توضيح، لأنه لا يمكن التقديم التأخير. كما قويل درنا هذا نجاوب به على هذا وهذا ونعكسه. إذا نعود السؤال، ما العلاقة المعنوية؟ على بالكم تم نعود في السؤال تخلطت لي الحكاية، عشان نعود باش نثبت روحي، أنا نثبت روحي. ما العلاقة ما العلاقة المعنوية التي خلطت لي على بالك؟ ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص هي الوحدة العضوية. ها وضح. لأنه لا يمكن التقديم والتأخير فالنص كل متكامل. هل يمكن أن تقدم أو تؤخر في الأبيات من واحد الخمسة؟ لا، لا يمكن التقديم والتأخير فالنص كل متكامل. قال لك علل، لأن النص تحكمه الوحدة العضوية. أستاذ وين نلقاهم هذا؟ أولا خلوني ندخلكم في حاجة مستوى تاعها عالي بزاف. أولا نقول لكم وين تلقوهم باش نحلكم المشكل من رؤوسكم. نلقوا هذا الأمر في زوج أماكن، أو هذا السؤال بالأساس يطرح في مكانين. أستاذ الشعر السياسي نديروه منا ولا منا؟ شوف اسمعني مليح، اسمعني، أنا راني نعطيك هذا السؤال وين يطرح. إذا جاك وحدة البيت أكيد راك في التعليمي ولا في المنفى، إذا جاك الوحدة الموضوع أكيد راك في النثر ولا مقال. معناها غير هذا لا أعتقد، أنا ما نظنش، أنا ما قلت لكم مش أكيد، بصح دائما حتى الساعة هذا سؤال جاء خاص بالمقال، هذا سؤال جاء خاص بالرومانسية، الرومانسية كما يسموه العلميين الشعر المهجري، ولا يسموه الرابطة القلمية، والشعر الحر، والشعر الحر صح، والشعر ماذا؟ الحر. إذن عندنا الرومانسية والشعر الحر. إذن هذو آوي معناها هذو نلقاهم برك في الرومانسية والشعر الحر، هذا مكان. هذو نلقاهم برك في المنفى، هذا مكان. هذه خاصة بالمقال، هذا مكان. ما نصعبوش الأمور على أرواحنا يا جماعة، نبسطوا الأمور ونعطوها حجمها الحقيقي. خارجي إسلام تفضل. صح، نبسطوا الأمور نعطوها حجمها الحقيقي، نعطوها وشنو؟ حجمها الحقيقي. يلا بصح هذا الفراغ واش خليته يا جماعة؟ خلينا نتعرفوا، نطلعوا في حاجة جد احترافية، نتعرفوا على مكونات الوحدة العضوية. الوحدة العضوية كم تسمعوا اسكندر راه داير حالة من هنا، راه يقري، راه داير فوضى، زلزال، داير زلزال من هنا. إذا مكونات الوحدة العضوية، تتكون الوحدة العضوية من شيئين أساسيين. الوحدة العضوية هذه فيها زوج حوايج، فيها وحدة العاطفة. وحدة ماذا؟ العاطفة. وفيها وحدة الموضوع. وش معناها هذه؟ صح، مكونات الوحدة العضوية أيها الأحبة، هذه الوحدة العضوية، دولك هذا سؤال خاطئ، هذا خاطئ تماما. إذن هنا جاوبنا العلاقة المعنوية هي الوحدة العضوية، علل لأنه يمكن تقديم التأخير. السؤال واحد آخر، هل يمكن تقديم التأخير؟ لا، علل لأن النص تحكم الوحدة العضوية. هذا سؤال خاطئ، ما هي مكونات الوحدة العضوية؟ هذه أستوس، هذه يعطيك فكرة أخرى. وين نلقاها؟ في الرومانسي والحر. غير الرومانسي والحر ما تلقاهاش هذه الوحدة العضوية، ما تعبش روحك. المنفى والتعليمي ما تعبش روحك، وحدة البيت، وحدة الموضوعية ما تعبش روحك، هاي هنا هاي بلاصتها. صافي كل وحدة أنا عطيتك مكانها وين موجود. هذا السؤال وش دخله؟ بس كل الآن راح نبدأ نعطيكم نص. إذا قلنا بأن الوحدة العضوية تتكون من وحدة العاطفة، صافي وحدة عاطفة وحدة. مثلا الغضب، نص محكوم من الغضب من البداية إلى النهاية. نص الحزن من البداية إلى النهاية في عاطفة واحدة هي اللي حكمته، ما كانش عواطف متنوعة. إذا كانت كاين عواطف رايحة تكون عواطف متقاربة، مثلا الغضب والحزن والشفقة، عواطف متقاربة، متفاهمين؟ إذا كان مثلا عاطفة حب وعاطفة شوق، إذا كانت عواطف، إذا كانت تكون عاطفة واحدة والله عواطف متقاربة، متفاهمين؟ صح. وحدة الموضوع أي أن النص فيه موضوع واحد. أستاذ حب يقول بأن وحدة الموضوع هذه لما الكاتب يتحدث على موضوع واحد كنت عد فيها عاطفة واحدة، صافي تولي وحدة عضوية. طبعا معناها لو كان يعد عندك موضوع واحد وفيه عاطفة واحدة تولي لك وحدة عضوية، لأن وحدة الموضوع جزء من الوحدة العضوية. وحدة الموضوع ماذا؟ جزء من الوحدة العضوية وجزء لا يتجزأ منها. كيفاش وحدة العاطفة وحدة الموضوع؟ وضح لي. دائما نقوله بالمثال يتضح المقال، بالمثال ماذا؟ يتضح المقال. قديما قرينا واحد النص، ربما أنا أتذكر منه أبيات قرينا في السنة الرابعة ولا الخامسة ابتدائي، النص هذا ولا الآن التلاميذ البكالوريا منيش عارف كيفاش،
ولكن انا نشبه لها قلنا في سنه رابعه ولا الخامسه ابتدائي اذا كان من الزملاء مازال ما تفكر النص يخلينا كومونتير يقولنا رانا مازلنا نشفوا له هذا النص. هذا النص ولا جمع الترمينال يقرا فيه، يقول إلي ابو ماضي يحكي لنا على واحد الشجره، شجره التين، الكرموس، الكرطوس، البخسيس، كل واحد كيفاش يسميه. هذه الشجره كانت عايشه في بستان زاهيه فرحانه سعيده. في واحد النهار قررت تدير قرار غريب جدا، قالت لصحاباتها اللي هما الاطراب، شكون الاطراب؟ صحاباتها اللي في نفس السن تاعها، لاج، واحد عمره 20 سنه واحد عمره 20 سنه، هذوك يسموهم الاطراب ترب. اذا اطرابها هما صديقاتها. في نهايه الصيف قالت لهم باللي انا ما نزيدش نجيب الكرموس، انا نجيب في الكرموس والناس تاكل فيه مانيش مستفيده، اذا ما نزيدش نجيب. قرار هي كانت تعتقد باللي راح يريحها، نحكيها لكم على شكل شعر. وتينة هي شجرة كرطوس، هذه غضت الأغصان باسقة، طرية الأغصان، جنفي لسه جاية للدنيا باسقة ما شاء الله رائعة، غضة طرية زينة. وتينة غضت الأفنان باسقة، قالت لأطرابها صديقاتها، والصيف يحتضر في نهاية الصيف، وش قالت أصحاباتها؟ لأحبسن على نفسي عوارفها فلا يبين لها في غيرها أثر. كم ذا أكلف نفسي؟ قلت لما نزيد المدوالو، كم ذا أكلف نفسي غير، كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها، وليس لي بل لغير الظل والثمر. تمين؟ قلت لهم أنا راني الآن أنا مش متفكر أبيات مليح، بس هنكمل لكم باش تفهموا القصة. كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها وليس لي بل لغير الظل والثمر. جاء الربيع، جاء الربيع، جاء الربيع، واخضرت بحلته، حق الأشجار في الربيع تخضر، وزينت بالسندس الشجر، الأشجار خضرت وزينت وتعدلت، وظلت التينة الحمقاء عارية، عارية مجردة من الأوراق. علاش؟ هاي حالفة، هاي قالت لصحاباتها باللي ما نزيدش نجيب الأوراق، هاي وفات بالوعد تاعها ولا ما وفاتش. وظلت التينة الحمقاء عارية كأنها وتد في الأرض أو حجر، فلم يطق صاحب البستان رؤيتها، فلم يطق صاحب البستان رؤيتها، فاجتثها اقتلحها، فهوت في النار تستعر، حولها إلى حطب، فهوت في النار تستعر. من ليس يسخو بما تجود الحياة به فهو أحمق، بالحرص ينتحر. إذا يلا هنجربوا النص على واش يحكي. تقول لي أستاذ النص يحكي البخل، تينا هذه والحكاية كومبلي البخل. إذا موضوع واحد هو البخل. العاطفة واحدة، بالرغم من أن الشخصيات متعددة العاطفة واحدة. تينا باش كانت حاسة؟ أستاذ تينا كانت حاسة بالغضب، مقلقة، زعفانة. الكاتب باش كان حاس؟ الكاتب أيضا اللي كان يحكي في الحكاية كان غاضب من التينة الحمقاء، حتى أنه سماها التينة الحمقاء، كان مقلق منها، زعفان منها. وصاحب البستان كشف التينة وش حس؟ قلق. إذا تلاحظوا بأن عاطفة الغضب سيطرت على جميع الشخصيات الموجودة في النص، وبالتالي النص تحكمه وحدة العاطفة ووحدة الموضوع. أنا قلت لكم بأنه يمكن أن تكون عواطف أخرى في النص، مش لازم تكون وحدة العاطفة، ولكن عواطف متقاربة. صح. مثال آخر، هذا جربنا الرومانسي، خلاص جربته الرومانسي، ها؟ جيد. صح. الحر، شعر الحر، ركزوا معايا، نروح نجيبوا باك 2017. باك 2017 اللي هو شعبة اللغة الأجنبية من أروع البكالوريات، والإنسان اللي خير هذا البكالوريا إنسان يعني ذكي جدا، لأنها بسيطة، لغة بسيطة، أحاسيس جياشة ورائعة، نص ممتاز في المستوى. صح. بكالوريا 2017 يقول نحاول نقرأ بعض الأبيات باش تحسوا بالعاطفة. إذن يقول الشاعر محمود درويش: الليل يا أماه، الليل هو أكثر ما يخيف المهاجرين، الليل أكثر ما يخيف المهاجرين اللي يخافوا من الليل، وأكثر ما يخيف الفلسطينيين، لأن الليل هو الاستعمار. الليل وشنو هو الاستعمار؟ وبالنسبة للمهاجرين، وربطنا حكاية الليل بالمهاجرين الفلسطينيين، بمعنى الفلسطينيين يخافوا من الاستعمار أصلاً، ويخافوا من الليل اصلا، لانه يعني اذا هجروا. الليل يا اماه ذئب جائع سفاح يطارد الغريب اينما مضى. ما هو الليل؟ الليل هو الاستعمار.
الليل هو الاستعمار الذي يخيف الفلسطينيين، الاستعمار الذي يخيف الفلسطينيين ويهجرهم من أوطانهم. الغريب شكون هو الغريب؟ الغريب هو الفلسطيني المهجر عن وطنه وعن بلاده. الليل يا أمه ذئب جائع سفاح يطارد الغريب أينما مضى، ماذا جنينا نحن يا أمه؟ ماذا فعل؟ ما ذنبنا حتى نموت مرتين؟ فمرة نموت في الحياة ومرة نموت عند الموت، مرة نموت في الحياة ومرة نموت عند الموت. تعلمين ما الذي يملأني بكاء؟ على بالك شنو هي الحاجة اللي راهي تبكي فيها؟ هبي مرضت ليلة وهد جسمي الداء. أتعلمين ما الذي يملأني بكاء؟ هبي مرضت ليلة وهد جسمي الداء، يعني مرضت في ليلة من الليالي الباردة، في ليلة من الليالي القاسية، ولكنني لم أجد حضنا آوي إليه، لكنني لم أجد حضنا آوي إليه، لم أجد صدرا يعني ألتجئ إليه. فالأم هي الصدر الحنون وهذا فاقدها. وتعرفون أن الرجل مهما بلغ سنه، مهما بلغ عمره، فأمه يعني تبقى جنته وتبقى يعني الملجأ تاعه اللي يلجأ له. وبالتالي نوصيكم أيها الإخوة أيها الأحبة، لعند أمه على ما زلت على قيد الحياة، إياك ثم إياك ثم إياك، ديرها هنا بين عينيك، أمك جنتك. تفهمين خوتي؟ صح. أتعلمين ما الذي يملأني بكاء؟ هبي مرضت ليلة وهد جسمي الداء، ما لقيتش حضن أو إليه. هل يذكر المساء؟ المساء الذي كنت أسهر معه، المساء الذي كنت ساهر، كان رفيقي وصديقي، هل يذكر المساء؟ مهاجرا أتى إلى هنا ولم يعد إلى الوطن، ما قدرش يرجع إلى الوطن لأنه مهجر، لأنه محجور. هل يذكر المساء؟ مهاجرا مات بلا كفن يا جماعة، مات بلا كفن، ما عندوش اللي يكفنه، ما عندوش اللي يقف معاه، يعني مهمش محجور. يا غابة الصفصاف، والشعراء دائما يروحوا لغابة الصفصاف لأنها تدل غابة الصفصاف على الحزن، حزن الشاعر يلتجئ إليها، لأن غابة الصفصاف ربما أعتقد أنا أنها غابة لا تغير ولا تبدل، يعني غابة كما نقول إحنا كات سيزون دائمة لا تسقط أوراقها لا تسقط، وبالتالي ليست شجرة خائنة، وبالتالي ليست يعني شجرة تحافظ على قوتها وأصالتها. يعني صح. يا غابة الصفصاف هل ستذكرين أن الذي رموه تحت ظلك الحزين، الظل يدل على التهميش، كأي شيء ميت إنسان، غابة كثيفة غابة الصفصاف، كهذا السيد اللي رموه تحتك هو إنسان. يا غابة الصفصاف هل ستذكرين أن الذي رموه تحت ظلك الهزين، كأي شيء ميت إحسان إنسان عفوا. وغابة الصفصاف تدل على التهميش يا جماعة، تدل على النسيان، غابة تدل كما نقول إحنا القبور المنسية. هل تذكرين أنني إنسان وتحفظين جثتي من سطوة الغربان؟ أماه يا أماه، أماه يا أماه، لمن كتبت هذه الأوراق، هذه الرسائل اللي مراني نكتب فيها؟ أي بريد ذاهب يحملها؟ وش من بريد نبعث معاه؟ أذكرك في سوريا، راك في مصر، راك في اليمن، لأن إخوتي وأبي وأمي راهم كامل مهجرين، كل واحد في بلاد. أماه يا أماه، لمن كتبت هذه الأوراق؟ أي بريد ذاهب يحملها؟ سدت طريق البر والبحر والآفاق، وأنت يا أماه ووالدي وإخوتي والأهل والرفاق، لعلكم أحياء لعلكم أموات، لعلكم مثلي بلا عنوان. ما قيمة الإنسان بلا وطن بلا علم ودون ما عنوان؟ قصيدة من أروع ما يكون. إذا لاحظتوا هذه القصيدة، شوفوا معايا، إذا لاحظوا أن وحدة العاطفة، يعني عاطفة الحزن تحكم وتسيطر على القصيدة من بداية إلى النهاية. عاطفة تحكم من البداية إلى ماذا؟ إلى النهاية، هي عاطفة الحزن والألم. الموضوع واحد من البداية إلى النهاية، هو موضوع الموضوع الاحتلال، موضوع الاستعمار، موضوع تهميش الشعب الفلسطيني وتعرضه للحجرة والتهميش وغير ذلك. وبالتالي العاطفة واحدة من البداية إلى النهاية، والموضوع واحد من البداية إلى النهاية. إذا نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الطويل نوعا ما، ولكنه كان ممتعا. ما تنساوش أنني دائما أذكركم، ربما أنني كنت محظوظا أنني كنت مشهورا، ولكنني لست الأكفاء، هناك الكثير من الكفاءات، رجال الميدان، رجال الخفاء، خلوني دائما أقدم لهم تحية
نقول لهم بارك الله فيكم وربي يمدكم بالقوة والصبر والعزم باش تواصلوا في أداء الرسالة. ادعونا وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.